فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائد من فرنسا يقول: لنا قريب يعمل في البورصة ومعاملات الربوية، وأهدى لنا ألبسة لمولودنا، هل يجوز لنا أن نقبل هذه الهدية وهذه الألبسة علما بأنها قد تكون من مال حرام؟ القاعدة أن من كان ماله كله من الحرام وليس عنده شيء من الحلال ألا تقبل منه شيئا ولا تأكل من طعامه. أما من كان عنده حلال وحرام ولا تدري هذا هل هو من الحلال أو من الحرام، فالأصل الإباحة والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم أموال من المباح. نعم.